ناديه، اشتقت لك كثير. وانا اشتقت لك كثير اختي. بتعرفي ما تخيلت انه بي ممكن يجيبكم لهون. طمنيني عنك، شو اخبارك؟ انت منيحه؟ منيحه، منيحه كثير اختي، منيحه كثير. يا بنت يا خيا يا غزل العين، انا ما شاء الله يا حياة قلبي، ما احلاكي انت يا صخيري يا صخيري. الله يحميك. شفت انت بتشبه جو؟ كل ما اطلع فيها بشوف جو قدامي. بلا هالحكي هلا اختي، وسام وين؟ منيح اللي فكرتي بعد كل هالشهور تجي تشوفي بنت بنتك ست سلوى. بيك كان منعني يا ماما. كان فيك تجي من دون ما يعرف. ما بقدر يا ماما ما بقدر، خيك وسام هون واكيد كان رح يخبره وكان رح يصير في مشكل بيني وبينه. ما بتقدري تتحملي المشكل بينك وبين بي، بس بتقدري ما تشوفينا كل هالشهور. حقك علي يا حبيبتي، بس والله اللي صار مع خيك وسام خربط لي عقلي وخليني اعيش بخوف وقلق على طول. وسام وسام وسام، كل همك انت وبي ووسام، بس انا ونادية الله لا يردنا. لك ما تزيدي على قلبي يا ماما، ما تزيدي على قلبي، بكفي اللي صاير بخيك. بعتت وراي خواجة؟ عصام، بعرف انك بتحب ابني وسام كتير. لو بيطلب دمي بعطيه. هالمرة انا بدي اطلب منك. تطلب مني؟ شو؟ وسام هلا مريض كتير. أنا ما بعرف بعد قد ممكن يعيش. الله يطول بعمره. معقول؟ لا بس فكر معي، وسام شو ممكن نعمله لحتى نرفع له معنوياته؟ عصام، وسام معنوياته بالأرض. مش يمكن تأخرنا شوية خواجة؟ وأخيراً قبلت تفتح الباب؟ مع انه ما لازم تسكره ابدا. اذا جيت نقع على راسي بقدر ترجعي من المطرح اجيك. مش وقتها نقع على راسك خيي. شو بدك؟ الماما تعبانه كثير، وسام ظهر شوف كيف حالتها. بدك يصير لها شيء بسببك يعني؟ ليه ما حدا عم بيفهمني؟ ليه؟
فهم علي نادية، أنا عارف كلكم متضايقين وخايفين تخسروني، بس مش ذنبي أنا، مش أنا جبت هالمرض وزرعته بجسمي. بعدين شو رح يزيد من عمري هالسم اللي بدهم يعالجوني فيه؟ شهر، شهرين، ثلاثة؟ ما بدي أشحت حياتي، خلصنا بقى. ما بعرف شو بدي أقول لك خيي، ما بعرف، مش طالع بإيدي إلا البكي. طب وسام، على القليل عيش معنا هالكم شهر، ليه حابس حالك هون؟ اطلع اقعد معنا برا، خلينا نشوفك، نحس فيك، انت وعم تتنفس بيناتنا. ليه عم تدفن حالك انت وطيب؟ ليه؟ قوم حبيبي، قوم. ما بدي وصيك سحر، تبيه لاختي. أكيد يا خي. بتمنى عليكي ما تخبري عن خالة وسام، ما تقولي لي قد ايه كان ظالم وقاسي وشرير وحرمها من بيها، هي ما ذنبها بكل اللي صار. ما بدي اياها تكرهني وانا تحت تراب. أنا جاهزة. شو بعدها ما خلصت فرح؟ أنا هون. يقبرني جمالك يا حبيبة قلبي أنت. لك نيالي الله شو بعتلي. شو هالحلك كله هنا؟ عيونك الحلوين حبيبي. أكيد عيونه حلوين. بس القالب غالب. مش بس القالب، والقالب كمان، الترتيب والجمال والاحترام. شفتي يا ماما الأخلاق والتربية؟ أكيد مش مثل غير ناس، لا تربية ولا أخلاق. هلأ شو بدنا بالعالم؟ خلينا بحالنا. مش مصدقة أوصل لعند أمك لحتى هنيها فيك. طيب فينا نأجل هالمجاملات لنمشي بليز؟ بأمرك ساندريون، تفضلي. دخل جمالك، بعتتني حماتي لشوف وين صرتي. وحماتك قالت لك توقف تتفرج علي بدون ما اعرف؟ الباب كان مفتوح وانا كنت عم شوفك، ناطق لتخلصي وما بدي ازعجك. وصلوا الجماعه؟ لا بعد، بس انت بتعرفي امك حايصه وناطره ومازن بعد ما رجع. اكيد انت ما بقى عندك شيء تحكي مع امي، وما صدقت كيف قالت لك تطلع تتفقدني اذا انا خلصت. يسلم لي زكاكي، شفتي ليه انا مهروم فيكي؟ وانا بعشقك. يلا خلينا ننزل لأنه ما بيسوى تترك حميتك أكثر من هيك. يلا ما بدي وصيكي سليمة، بدي يكون كل شيء غير شكل الليلة. تكرمي ست منى. كنت حابة أول فرحة بالبيت تكون خطوبة خيك مازن الكبير، وأعمل له هيك طاولة، بس شو بدي أعمل؟ الجو مستعجل. حقه ماما يعمل هيك وأكتر. شو نسيت اللي صار معه؟ دخيلك يا ماما ما تسكريني، أنا ما صدقت إمتى رجع، وعقبال ما أعمل لك هيك سهرة يوم عرسك كمان. سهرة عرسنا مأخرة شوي. ليه؟ أنا ما دخلني، اسألي أمك. أنا؟ هيدي حياتكن، هيدا قراركن، أنا ما بتدخل. بعدك عم تقولي بدك مازن الكبير يخطب ويتجوز بالأول، بس الجو سبقه. ما في مشكل، نحن مننطر مازن وبنرجع منتجوز. لا حبيبي،
تغيرت القعدة، نحن ما مننطر حدا. دخلكم في ريحة جاتو عم يحترق؟ ليه؟ سليمة؟ طفي طفي الفرن عجلة. تفضلي. ميرسي. ميرسي. تفضل. ميرسي. ميرسي سليمة. ميرسي سليمة. سلمي ايديك. اسم الله عليها مثل القمر. تسلمي ست منى، وابنك كمان اسم الله عليه شيخ الشباب. بلشوا كومبليمانات. ميرسي. انا رح ابقى هون. ليش؟ فوت معي. لا حبيبي، فوت وحدك. أنا بعرف شو بيطلع براسه مجد بركات. ميرسي أنور. مبين عريس الليلة. رح جوزك قبلي. شفته عم بوقف سيارته. افتحي له الباب. وصلوا؟ ناطرينك. فوت حبيبي. وصل ابني الكبير. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. مازن خيي الكبير اللي بيعطي الهم الكل. خيي فرح بتكون خطيبتي وحبيبة قلبي. ست نورة بتكون أمها لفرح. تشرفنا. تشرفنا. حضرتكم شرف إلنا. صار فينا نقعد على الطاولة يا جماعة. تفضلوا إذا بتريدوا. بحدا بكره كلن بيفل، حتى خيالك والصدى رح ينمحوا ويقلوا. مش رح تخبرنا حبيبي كيف تعرفت على هالعروس الحلوة؟ تعرفت عليها بتركيا عند خالتها لميا. ساقة بالبيت اللي أنا استأجرته برا بوجه بيت خالتها، ويوم عن يوم صرت حبها. مبين عليا بتنحب. هيدا من ذوقك تانت. تسلمي حبيبتي. وهيدا من حظ خيي الحلو كمان. مازن صاير معك شي حبيبي؟ حسيتك من وقت ما جيت وانت مش على طبيعتك. لا ما في شيء، بس المشوار تعبني شوي. اذا هيك معك حق. فيو بس أحلى خبرية خطبت أختي زينة. لو تشوف كيف خطبت أختك زينة ليلة الخطبة
كان ربيع خسر حياته. عن جد؟ وخيك مازن كمان. اوف اوف، ليش شو صار؟ بعدين خيي، الليلة خليك مبسوط بلا ما تسم بدنك. يعني ما بعرف شو بدي أقولكم شباب، الحمد لله على السلامة. ايه، صرت أعتبر حالي خلقان ثلاث مرات. كيف يعني؟ أول مرة لما جابتني الوالدة عالدنيا، وتاني مرة لما تعرفت على زينة، وتالت مرة لما وعيت من الكوما. كمان فت كوما؟ زينة ضروري أعرف الخبرية. قلت لك بعدين، لاحق تعرف ليلى اهتم بضيوفك. يا أهلا بست نورة، شرفتينا. أهلا فيك حبيبي، بس كأنها تأخرت فرح. فأنا عم ظبط الميك اب، متى طالعة؟ يا الله دخيلك، شو بدي أعمل بهالمصيبة؟ معقول هيك؟ معقول ما سنتوا خيو لتجو؟ ليش؟ شو بدي أعمل هلا؟ شو بده يصير؟ كيف بدها تمر وعيد الزهرة؟ شو بده يصير بحياتي؟ كيف بدي أتجوز جو وأعيش معه مازن خيو؟ يمكن إذا عشت بلبنان بقدر كل يوم شوفه. لا كتير تأخرت فرح. إيه طبعا تأخرت. بهالشي يعني؟ لا مش على علمي. قوم حبيبي شوفها وين صارت. فرح باب الحمام مقفل وفرح ما عم ترد. مازن تعال ساعدني بس انخرع الباب. شو بيفعلك؟ يمكن تكون غايبة عن الوعي واقعة ورا الباب دغري، منغزية خيي. معك حق. شو العمل هلا؟ تفضل، هيدا نسخة من مفتاح الحمام. فرح رد علي، مش عساس تجوزنا ما رح يرد علي. فرح شو بدنا نعمل هلا؟ بنتي شو دخيلكم بنتي؟ رح اتصل بالصليب الاحمر. ما رح انطر الصليب الاحمر، انا رح اخذها المستشفى.